السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة مشكلة الكهرباء في عدن وإنعكاسها على السكان هناك خصوصا مع قدوم فصل الصيف. صادقت الحكومة على العقد المبرم لتنفيذ شراء 100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية للعاصمة المؤقتة عدن لموسم الصيف المقبل. وبحسب وكالة سبا الرسمية فإن شركة راسا ستقوم بتنفيذ 40 ميجاوات، بينما ستنفذ مجموعة السعدي 60 ميجاوات. واشترطت الحكومة أن يكون التشغيل في موعد أقصاه 4 أسابيع من تاريخ فتح الاعتماد. وحث المجلس وزارة الكهرباء بسرعة استكمال الإجراءات ومتابعة المشغلين لسرعة تركيب المولدات في مدة أقصاها شهر لسد احتياجات العاصمة المؤقتة عدن قبل حلول فصل الصيف. نتوقف مشاهدين عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما مدى توائم هذه الإجراءات مع مشكلة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن؟ وهل هناك إمكانية ونية حقيقية لإنهاء هذه المشكلة والتخفيف من معاناة المواطنين؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود. بعد مرور أكثر من عام ونصف على تحرير عدن من ميليشيا الإنقلاب، ما تزال هذه المحافظة تعاني من تدني الكثير من الخدمات فيها رغم إعلانها عاصمة مؤقتة لليمن. الانقطاعات المتكررة للكهرباء تعد أهم الأزمات التي يعاني منها سكان عدن، ولم تفلح كل الجهود المعلنة حتى الآن في إحداث حل عملي لإنهاء هذه الأزمة. تؤثر أزمة الكهرباء سلباً على حركة الحياة العامة لمواطني المحافظة، ويشكو الكثير من أبناء المدينة استمرار عرقلة أعمالهم بسبب الانقطاعات الكهربائية المتكررة. تغطي شبكة كهرباء عدن محافظات لحج وأبين والضالع، ووفق مصادر مختصة في وزارة الكهرباء تحتاج الشبكة إلى محطات توليد إضافية. كانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام جاهزيتها لإصلاح محطات التوليد ورفع الطاقة التوليدية، فيما صادق مجلس الوزراء على عقد لشراء 100 ميجاوات لكهرباء عدن والمحافظات المجاورة. بحسب وكالة سبأ فإن وزارة الكهرباء حددت زمن تشغيل الطاقة الإضافية ب4 أسابيع من بدء استكمال الإجراءات التشغيلية. تبدو مشكلة الكهرباء في نظر مواطنين نموذجاً مصغراً لفشل السلطات المحلية بعدن في تأمين خدمات المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما يقلق مواطني عدن وزائريها تبخر وعود الحكومة في سخونة الصيف القادم. لكنهم ما يزالون يأملون أن يكون صيفهم الآتي كما وعدهم رئيس الوزراء صيفاً بارداً. إذا مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من عدن ماجد الشاقري منظم حملة إنقاذ كهرباء عدن. سيد ماجد مساء الخير. مساء النور أخي العزيز، مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين أخي العزيز. أهلا بك سيد ماجد، يعني بداية لو تحدثنا عن الحملة وأسبابها. طبعا أخي العزيز، جاءت الحملة الذي دعا إليها عدد من منظمات المجتمع المدني. نعم. طبعا الحملة أخي العزيز هي حملة شعبية إنسانية، الغرض منها أو الهدف الأساسي منها هو إيصال معاناة سكان وأهالي عدن من جراء الكهرباء، خصوصا ونحن مقبلين هذا العام على صيف ساخن. نعم. الذي سيموت جراءه أكثر المرضى والأطفال وكبار السن. لذلك هذه الحملة ناشدنا فيها ملك الحزم والعزم، ملك الخير والإنسانية، الملك سلمان بن عبد العزيز. نعم. لذلك لاستجابة أهل عدن وأهالي العاصمة عدن، وهذا ليس بجديد على ملك الحزم والعزم. نعم، لكن سيد ماجد أنت تتحدث عن مناشدات للملك سلمان والحكومة متواجدة، يعني هل لا يوجد تجاوب من الحكومة أولا؟ طبعا اخي العزيز، نحن على يعني عامين واكثر على تحرير المدينه والمناطق المجاوره، الا ان الكهرباء لا زالت في عدم استقرار نظرا لعدم الاهتمام بها. اعتقد ان الحكومه كانت في الفتره هذه اللي من الان انها قادره تعمل حل جذري لهذه المشكله. لذلك نحن كمنظمات مجتمع مدني نشوف انه الوضع الانساني ومن ناحيه انسانيه شعبيه جماهيريه بما يعانيه المجتمع وفئاته من شباب واطفال وكبار بالسن نعاني منه حتى الان. نحن نسمع من الحكومه ودائما، وذكرت في تقريرك الذي سبق ان تكلمت عليه، بانه هناك
اعتماد 100 ميجاوات واعتماد محطات، لكن هذا أصبح الآن ليس له طعن على الأرض. نعم، ابقى معي سيد ماجد، سأشرك معنا بالحديث. سينضم إلينا فهمي الضالعي، موظف في مؤسسة كهرباء عدن. سيد فهمي، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيد فهمي، يعني لو تحدثنا بالبداية عن مشكلة يعني الكهرباء وأسبابها الواقعية. والله يا أخي شوف، كهرباء عدن هي طبعا تعرضت لتدمير لفترة طويلة جدا، ما يقارب 20 عام. نعم. فعندنا إحنا كهرباء متهالكة، يعني في عندنا نحن المحطات التي موجودة يعني زي محطة الحسوة قديمة جدا، يعني ما كانت تعمل لها عمليات صيانة ولا تجديد أو أي شيء أو إضافة توليد جديد لتوليد كهرباء عدن من قبل الحرب التي شنتها الميليشيا مؤخرا. يعني حال الكهرباء في هذه المحطة متدهور. طبعا لازم تكون لها قطع غيار جديدة وصيانة جديدة، يعني معنى لم توجد صيانة طوال هذه الفترة الماضية. كانت توجد صيانات، ولكن بحكم ان عمرها قديم فكان من الأولى انه تبنى محطات توليد جديدة. نعم. لكن خلال الفترة الماضية كلها لم يكن يعني يوجد أي أفكار لبناء أو إنشاء محطات استراتيجية في عدن. نعم. كانت كل الحلول التي تقدم هي حلول مؤقتة في إيجار الطاقة المشترى فقط يعني. نعم. في خلال الفترة الماضية كلها ما كان في بناء لمحطة جديدة غير محطة المنصورة، غير هكذا كانت كل الحلول مجرد حلول ترقيعية مؤقتة فقط. نعم سيد فهمي، لو نظرنا إلى محطة الحسوة وأيضا محطة المنصورة التي تحدثت عنها، هذه المحطتين بإمكانياتها الحالية هل لديها القدرة في يعني تشغيل الكهرباء لمدينة عدن بشكل كامل لو حصلت على صيانة مثلا؟ والله هي لها طاقة معينة. هذه الطاقة ستكفي؟ يعني لا 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 يمكن أن تكفي، يعني محطة المنصورة في أقصى ذروة لها توصل إلى 70 ميجاوات. نعم. والحسوة الآن يعني في ظل هذا الوضع الآن الراهن في حدود 60 الميجا، هذا أقصى طاقة يعتبر لها، وإحنا في الصيف يوصل الاستهلاك عدن إلى أكثر من 400 ميجاوات. بشكل كامل تحتاج إلى 400 ميجاوات وأكثر. نعم. الآن الحكومة أيضا في طور التحضير، أو هناك اتفاقية أبرمت مع شركات لإضافة 100 ميجاوات لكهرباء عدن. إجمالي ما هو متواجد حاليا، والمئة هل سيكفي لتغطية كهرباء المدينة بشكل كامل؟ بحسب تصريح إذا ما تم فعلا هذا التصريح والعقد المبرم الذي هو إلى مدة شهر سيتم إضافة 100 ميجاوات من الكهرباء، إذا يعني أضيفت هذه الطاقة هل ستكفي لتشغيل الكهرباء لمدينة عدن بشكل كامل؟ 100 ميجاوات لحالها لا تكفي، لكن بالإضافة لما هو موجود، بالإضافة إلى ما هو موجود، بالإضافة التوربينات الاثنين الذي موجودين في محطة الحسوة الذي إن شاء الله يشتغلوا عما قريب. نعم. مع 100 ميجا مع الطاقة اللي موجودة عندنا، يعني احتمال نوصل إلى أعلى قدر ممكن من توليد الطاقة الكهربائية، يعني بحيث إن إحنا يمكن نعادل الإنتاج مع السحب. احتمال ليس قوي الآن، لكن إن شاء الله إذا تنفذت كل الوعود وكل المشاريع التي هي مطروحة الآن إن شاء الله نتفائل بخير إن شاء الله. نعم، لكن المحطات المتواجدة حاليا في مدينة عدن سيد فهمي، الحرب التي حدثت مؤخرا والتي شنتها الميليشيا على مدينة عدن، هل يعني ساهمت في تراكم المشكلة وأثرت على عمل هذه المحطات؟ كانت هذه الفترة طبعا محطة شيناز تعرضت للتدمير، لكنها إن شاء الآن عادت ورفعت حمالها من جديد. نعم. الآن المشكلة هي طبعا نقص التوليد، سببه الرئيسي هو نقص في قطع الغيار، وأيضا
توفير بعض الزيوت لبعض المولدات. نعم. وإن شاء الله يعني إذا توفرت هذه الحاجات نقول إن شاء الله يعني الطاقة الحكومية إن شاء الله بترتفع، هذا طبعا غير الطاقة المشتركة. نعم، يعني الحرب التي حدثت لم تؤثر في المحطات، يعني لم تستهدف المحطات بشكل كامل، وإنما الاحتياج حاليا هو لقطاع الغيار فقط. الكهرباء عدن ليست محطات فقط، احنا المحطات التي موجودة عندنا هي في خور مكشر. طبعا المناطق التي ضررت هي كانت المعلة والتواهي وخور مكشر وكريتر، هذه المناطق توجد فيها محطة خور مكشر ومحطة حقيف، هذه يعني هذين المحطتين هم الذي تضرروا، لكن المحطات الكبيرة والرئيسية التي هي محطة المنصورة ومحطة خور مكشر كانت يعني في وضع بعيد نسبيا من الضرر. نعم، ولكنها لا تغطي لحالها، لا تغطي طبعا. الذي تضرر بالأكثر شيء يعني في الحرب هي خطوط النقل، يعني توزيع الطاقة هي التي تضررت أكثر من إنتاجها، الشبكة الكهربائية. إذن ابقى معي السيد فهمي الضالعي. أعود لضيفي الآخر ماجد الشاقري، منظم حملة إنقاذ كهرباء عدن. سيد ماجد، هناك حلول طرحتها الحكومة مؤخرا، من ضمنها يعني هذا العقد الذي أبرمته مع شركات بتأمين 100 ميجاوات خلال فترة أقصاها شهر. هل تنظرون يعني إلى أن يعني ما رأيكم بهذه الحلول التي قدمتها الحكومة حتى الآن؟ طبعا أخي العزيز، نحن دائما أقول لك نسمع من الحكومة إجراءات بما يخص الكهرباء، لكن ما فيش هناك تنفيذ على أرض الواقع. نحن سمعنا قبل ما يقروا 100 ميجاوات أنه هناك 100 مليون دولار هي صيانة، أو تم عرض الدولة أو قرار مجلس الوزراء صيانة المحطات القائمة حاليا اللي أخي العزيز تكلم عنها، لكن هذه لم تؤدي إلى الغرض، ولم تعمل استقرار للكهرباء بشكل عام. ونتيجة الآن أنه في إضافة 100 ميجاوات اللي هي أعطى الحكومة أسبوعين على أساس أنه بيتم تنفيذها، هذه كلها نحن كمواطن أو كمنظمات مجتمع مدني لم نشعر هناك في تحسن في الكهرباء يعني بشكل ملحوظ. هو كل ما نشعر به أنه 18 ساعة الكهرباء طافية عن عدن بشكل كبير جدا، نحن مقبلين على صيف حار جدا. إذا الحكومة لم تدرك هذا مسبقا وتعمل إجراءات، وأنا أعتقد أن الإجراءات بطيئة جدا يعني بالنسبة للحكومة أو حتى للشركات أو المؤسسات المنفذة، هناك بطء في إجراءات التنفيذ. نحن لا نعلم هل هي المؤسسة العامة للكهرباء أو الحكومة، أنه نحن كمواطنين أو كمجتمع مدني ننظر أنه كمجتمع مدني وكمواطنين. سيد ماجد، يعني إذا ما يعني إذا ما افترضنا أن الحلول هذه التي طرحتها لها الحكومة لم تحقق كما أسلفت، يعني ما الذي بيدكم لفعله؟ يعني ما الذي ستقومون به؟ إذن نحن طبعا أطلقنا حملة استغاثة لملك الحزم والعزم، والآن هي مستمرة بالمديرية بشكل عام في عدن لمناشدته استغاثتنا بالكهرباء نتيجة لعدم توفر الكهرباء على مدار عامين من التحرير، لم ترى عدن النور بشكل طبيعي بشكل يعني عام. الحملة هي فقط مطالبة للملك سلمان وليس لفعل الضغط الشعبي على الحكومة يعني للنظر في هذه المشكلة التي تؤرق الناس في مدينة عدن. أخي العزيز، أعتقد أنه لا يخفى على أي حد بالنسبة لما هو حاصل لكهرباء عدن. عدن تعاني، عدن هي الآن أصبحت العاصمة المؤقتة الذي لا الكهرباء لم تستطع فيها. فأنا أعتقد أن هذه الحملة نحن نطالب الملك سلمان وبرضه بالحكومة اللي هي الأساس، أن هناك هي من أهم واجباتها أن توفر الكهرباء لهذا المواطن بشكل عام. نعم، طيب يعني برأيك كيف يمكن للضغط الشعبي أن يأتي بنتيجة إيجابية للخلاص من هذه المشكلة، مشكلة الكهرباء، إذا كان هناك ضغط على هذه الحكومة؟ أخي العزيز، نحن الآن حاليا عندنا برنامج عمل نزول للمديريات، نعمل على توقيعات ونداء واستغاثات مصحوبة بتواقع شخصية من بعض المواطنين الذين نحن ننزل بعض المستشفيات التي هم يعانوا بعض الأمراض من انقطاع الكهرباء نتيجة للغسيل الكلوي اللي مغادرة تشتغل على الكهرباء.
هذه ضغط شعبي وجماهيري، واعتقد ان هذه القضيه تحتاج الى مناصره وحشد من اجل اولا تلتفت الحكومه، وثانيا يستجيب الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في اقاصه هذه المدينه من الكهرباء التي هي تمر فيها. نعم، اذا انا اشكرك سيد ماجد الشاقري منظم حمله انقاذ كهرباء عدن، كنت معنا من عدن. اعود لضيفي الاخر سيد فهمي الضالعي موظف في مؤسسه الكهرباء في عدن. سيد فهمي، يعني هذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومه، هل يمكن القول انها يعني سيكون لها الدور في التخفيف من معاناه المواطنين فيما يتعلق بالكهرباء؟ يعني هل ستكون كافيه ام ان المشكله تعتقد انها ستستمر؟ اكيد بيكون في تحسن. احنا المشكله تحسن ام حل؟ يعني لانه التحسن هو معناته انه المشكله ما زالت مستمره، يعني انقطاع ان تاتي الكهرباء لمده 10 ساعات وتختفي 14 ساعه، يعني هنا ايضا مشكله. اكيد انا قلت لك احنا المشكله الرئيسيه في كهرباء عدن هي نقص في التوليد، وبعد ان يتوفر التوليد المطلوب قد تظهر لك مشاكل في عملية نقل الطاقة هذه، لأنه إحنا عندنا قلت لك شبكة قديمة، يعني ما يعني لها أكثر من يعني فترة طويلة أنها ما تعمل ما تبدلش الخطوط هذه. لكن لغاية الآن الوضع الذي أنتم تروه الآن رغم أنه قليل وبسيط، لكن أنتم لا تعلمون ما هو الجهد المبذول لبقاء هذا التوليد البسيط، يعني متواجد حتى وان كان بالقدر البسيط. انا اعرف اكثر، يعني احنا 3000 موظف تقريبا في المؤسسه العامه للكهرباء. نعم، يعني نحاول نعمل من لا شيء الشيء المقبول. نعم، يعني اكيد اخواني في محطه الحسوه، نعم، وفي محطه المنصوره ومحطه شيناز يبذلون يعني اقصى جهد يعني مطلوب منهم لكي يحافظوا على الطاقه التي متوفره لغاية الآن. يعني إذا كان في توليد بيدخل جديد فهذا طبعا بيكون في تحسن كبير جدا في كهرباء عدن، أما إذا يعني لم يتواجد أي توليد كهرباء جديد في عدن فطبعا كل الجهود التي تبذل من الموظفين لا يمكن أن تفيد بالغرض. هو قد يتفهم المواطن جهودكم، لكن بالأول والأخير هو يبحث عن طاقة كهربائية، خاصة يعني مع يعني قدوم فصل الصيف والحرارة التي ستأتي مع هذا الفصل. لكن يعني إذا ما تحدثنا عن الحلول المقترحة، كيف يمكن يعني كيف تقيم الحلول المقترحة من قبل الحكومة، خصوصا أن المشكلة لا تقتصر على عدن إنما تمتد لمدن كثيرة من ضمنها أبيان وغيرها من المحافظات؟ طبعا الحل الرئيسي هو إنشاء محطة استراتيجية في عدن، يعني في حدود 300 400 أو 500 ميجا وات، هذا وما يعني برضه يعتبر يعني غير كافي مستقبلا، لكن في الوضع الحالي الان يعني 500 ميجا وات اضافه الى التوليد المتوفر معك الان ممكن يعني تكفي للفتره الحاليه. هذا هو زياده التوليد وبناء محطه استراتيجيه. طبعا المحطه الاستراتيجيه بتاخذ وقت ويحتاج لها يعني مبلغ مالي، فالذي يعملوه الان هو مجرد حلول مؤقته الذي هو عباره عن الطاقه المشتراه، يعني الطاقه المشتراه هذه حل مؤقت لا يمكن ان نعتمد عليه لفتره طويله. نعم، الحل يعني الرئيسي ال 100 ميجا وات هذه التي تم الاتفاق عليها هي فقط مؤقته وليست كحل مستقبلي. طبعا هي لمده 6 شهور على ما اعتقد، تكفي في فترة الصيف، لكن ما هي الحلول التي متبعة يعني للصيف القادم؟ يعني هل بتكون هي نفس الحلول طاقة مشتراة؟ فأنا أناشد يعني الحكومة أنها تعيد النظر في هذا الموضوع وتحاول أن يعني تعمل حل جذري ونهائي لهذه المشكلة، وهو أول طريق لهذه الحلول هي بناء محطة استراتيجية في عدن. نعم، أنت كنت قد ذكرت قبل قليل أنه من ضمن الحلول يفترض أن تبنى محطة كهرباء يعني بسعة لا تقل عن 500 ميجا وات، أنت تقصد هنا ما يعني هذه المحطة التي قصدتها هي ما تغطي محافظة عدن فقط أم أنها يعني كي تمد محافظات مجاورة للمدينة؟ طبعا
هي ممكن تغطي عدن بإضافة إلى التوليد الموجود إذا ثبت على ما هو موجود، يعني ممكن نحن نغطي عدن وأبين ولحج والضالع، باعتبار أن الضالع منطقة باردة لا يعني ما فيش استهلاك كهرباء كثير، لكن رغم هذا فهي بحاجة إلى الكهرباء. وممكن 500 ميجا مع 250 الذي متوفرة الآن بإضافة التوليد المستأجر ممكن نحن نغطي هذه الثلاث والأربع المحافظات الجنوبية. يعني بشكل ممكن ترتفع أو تتحسن نسبة الكهرباء وضعها في المناطق الجنوبية هذه في حد يعني تقريبا 80% ممكن تتحسن. نعم سيد فهمي، هذا الاتفاق الذي تم بين الحكومة وشركتي راسا وأيضا شركة السعدي في تحضير 100 ميجاوات من الكهرباء يعني لحل المشكلة في فصل الصيف القادم، هذه المدة التي تم الاتفاق عليها هي مقدرة بأربعة أسابيع ويعني شهر هي تعتبر يعني الشهر، هل هذه الفترة تراها كافية لتأمين هذه الطاقة؟ طبعا إذا كان في جهود بتبذل مضاعفة، ويعني نحن في مثل هذه الحالات يعني نعمل في إطار غرفة عمليات ونعمل في وضع الطوارئ، يعني حتى ممكن أنه نحن نقسم موظفينا للمداومة ل 24 ساعة في اليوم. ممكن إذا حصل هذا الشيء احتمال إن شاء الله تكون الفترة كافية. نعم إذن وضحت الصورة، أشكرك كنت معنا من عدن فهمي الضالعي موظف في مؤسسة كهرباء عدن. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكتفي وتنتهي حلقة اليوم، أشكر ضيوفي كان معي ماجد الشاقري منظم حملة إنقاذ كهرباء عدن، وأيضا الشكر للسيد فهمي الضالعي موظف في مؤسسة الكهرباء في عدن. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله.